فاز سعادة النائب علي العردي النائب الأول لرئيس مجلس النواب برئاسة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي بالتزكية. خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد العردي أن هذا الإنجاز الدولي يضاف للإنجازات البرلمانية التي حققها مجلس النواب في نيل العديد من المواقع القيادية والمناصب الرفيعة في الاتحادات والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية، بجانب المبادرات والمساهمات الفاعلة في الاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية، جميعها تؤكد المكانة المرموقة التي وصل لها المجلس النيابي في المحافل البرلمانية. أبارك لمجلس النواب البحريني حصولي على هذا الموقع، والذي أعتقد بأنه يأتي ترجمة حقيقية إلى المبادرة التي أطلقها معالي الأخ أحمد بن إبراهيم الملا والمعنية بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية. طبعا أعتقد هذا الموقع وغيره من المواقع وغيره من العضويات البرلمانية لنواب وشوريين بحرينيين في لجان إقليمية ولجان عربية ودولية طبعا يؤكد ويعكس ما وصلت إليه الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين، ويؤكد كذلك على أن المجلس التشريعي في مملكة البحرين هو مجلس رغم حداثة التجربة ولكنه مجلس ناجح ومؤثر على الصعيد الدولي. فكما تعلمين بأن تقييم أي مجلس تشريعي يأتي في المقام الأول على الصعيد الدولي في قدرته على التأثير، وأعتقد كذلك بأن أي كيان تشريعي قادر على أن يتواصل وعلى أن يؤثر على المستوى الإقليمي أو العربي أو الدولي وتكون له رؤية واضحة ورسالة واضحة يستطيع أن يؤثر ويستطيع كذلك أن يحقق التعاون مع تلك البرلمانات ومع تلك المؤسسات والوكالات الدولية والمنظمات، وكذلك أعتقد يستطيع هذا البرلمان عبر عضوية أعضائه من نواب وشوريين يستطيع أن يتبادل الخبرات وينقل تجربة مملكة البحرين أتصور المتميزة جدا رغم حداثتها قبل كما أشرت قبل قليل، بأن مساهمتنا نحن كنواب وشوريين في تعزيز المعرفة بموقع البحرين وبدورها الإقليمي وبعمل مؤسساتها، وكذلك افتخارنا نحن بتجربتها الديمقراطية، أعتقد هذا أمر مهم أن ينقل من خلال هذه اللجنة أو غيرها من اللجان. طبعا بالنسبة للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، كما تعلمون هي لجنة مهمة، وهذه اللجنة تعتبر قلب الاتحاد البرلماني الدولي الذي أسس منذ أكثر من 130 عام، من 1889 أو قبل ذلك. وهذه اللجنة تعد من اللجان التي تنظر في كافة الشكاوى المتعلقة بأي انتهاك يتعرض له نائب حالي أو سابق، وهي لجنة مهمة ومحورية. أتشرف بأن أترأسها، وأتشرف كذلك أن تكون هذه الرئاسة ترجمة لما وصلت إليه مملكة البحرين، وإن شاء الله نحاول إن شاء الله بدعم أعضاء اللجنة أن نقوم بعمل هذا اللجنة على أحسن وجه وعلى الوجه الذي يشرف مملكة البحرين ويشرف تجربتها البرلمانية.